عودة نحن وياكم مع تبديل وحية صار بالشوط الثاني، دخول جاد حسين من ناحية فريق شباب الساحل وخروج زهير عبد الله. فإذا تبديل وحيد، الأنصار بعده عم بيعتمد على التشكيلة اللي بلش فيها المباراة. كرة أمامية من حسين عواضة بتنقطع ترجع مع فريق الأنصار بمنتصف الملعب. بدو ينتبهوا كتير منيح الفريقين لأنه هدف لأي واحد منهم بتكون صعب كتير أنه يتعوض. بالشوط الثاني الحاج حمود ونزار محروس عم بيعطوا اثنيناتهم تعليماتهم. نزار محروس عمره 56 سنة بغنى عن التعريف، لقبه الأمبراطور، هيدا اللقب كان يلعب بمركز المهاجم، درب ولعب مع أكثر من فريق، تاريخ كتير كبير لنزار محروس. درب بالإمارات، درب بالسعودية، درب بسوريا، ما خلى نادي إلا ما كان على رأس الجهاز الفني. كرة أمامية مع فريق شباب الساحل يلي مبلش شوط تاني وعينه يسجل هدف، قال رح يتمكن من هالشيء. الله 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 على هالهدف. داوودة عم بهز شباك الأنصار بهدف مبكر، بهدف أكثر من رائع، من أجمل الأهداف يلي معقول نشوفها. بعدني عم بقول شباب الساحل عينه على هدف مبكر، وداوودة عم برد علي على السريع بقول لي تكرم، على السريع عم برد بيسجل هدف التقدم. شو هالهدف الرائع لداوودة، شوفوا هالتمريرة، داوودة تقدم اتخطى سدد داخل الشباك ليعطي التقدم 2-1 لفريق شباب الساحل. الأنصار ما عاد عنده شي يخسره أبدا. تسديدة رائعة 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 منشوفها من هالزاوية، هيدي الزاوية الأفضل يلي بتبين الكرة وين راحت كيف اجت الكرة. والأنصار متأخر بهدف من بعد ما كان متقدم بهدف. السيناريو واضح، شباب الساحل رح يدافع، رح يعتمد على الهجمات المرتدة، الأنصار رح يهاجم. يمكن نشوف تبديل بالتشكيلة، نزار محروس بيعرف انه أول خطوة خسارة كأس النخبة مش مسموحة أبدا. جمهور الأنصار عم بيشجع فريقه، جمهور الساحل عم بيجن على المدرجات مع هدف التقدم. الأمور واضحة، المعتوق ما لازم يتحرك، دايما بده يكون عليه لاعب آخر. حلو كتير عواضة بيلعب الكرة داخل منطقة الجزاء، كوليبالي بيبعد الكرة بتروح سريعة مع فريق شباب الساحل يلي بيعرف انه هالتقدم يلي أخده لازم يحافظ عليه أو لازم يزيد من تقدمه. بس الأنصار بيبقى الأنصار، بأي لحظة بيقدر يرد. حسن معتوق بيتعرض للخطأ، خطأ واضح لصالح حسن معتوق. حسن معتوق بياخذ الخطأ، بياخذ الفاول، وبيتقدموا اللاعبين لمنطقة جزاء فريق شباب الساحل. عبد العزيز الداي المهاجم بيرجع ليساند الدفاع بالكرات الرأسية مع هالكرة. المعتوق هون وعباس عطوي، واضح كان الدفع من عباس عطوي، ركلة حرة. كل لاعبين فريق شباب الساحل بيرجعوا لمنطقة الجزاء، ما في حدا بالمقدمة، ما في حدا بمنتصف الملعب. كرة رح يرجع ينفذها علي رضا، علي رضا بيرجع بيطلب إعادة تنفيذ الكرة. معقول كتير نشوف عدنان حيدر بتشكيلة فريق الأنصار. التبديل لازم يصير، دفع دم جديد. حسام اللواتي، حسام على التنفيذ، لمين بده يمرر؟ لمين؟ كرة بتنقطع باللحظات الأخيرة من عباس عطوي، وتسديدة بعيدة بعيدة، هالتسديدة من دون أي خطورة على مرمى الساحل. النتيجة تقدم الساحل على الأنصار 2-1. هون قدامنا جاد حسين يلي دخل بمطلع الشوط الثاني بدلا من زهير عبد الله. كرة عالية يبعدها مويزس لوكاس، داوودة بمرر
لجاد. جاد بفضل يرجع الكرة للخلف لحمود. حمود بيلعب الكرة لعبد العزيز نداي. عبد العزيز نداي بيخسر الكرة، مش لوقت كتير، في ضياع بصفوف فريق الأنصار بعد الهدف الثاني اللي دخل مرمي هون. هذا الشيء رح يعطي دفعة معنوية أكثر وأكثر للاعبي فريق شباب الساحل. على السريع الأنصار من دون إضاعة وقت، والتبديل عم بيتحضر. صحة التوقعات وعدنان حيدر التبديل الأول بصفوف فريق شباب الساحل، بصفوف فريق الأنصار عفوا، اللي رح ينزل عدنان حيدر. هلا بنشوف بدلا من مين تبديل، بدلا من مين، هل رح يضحي بكالفن ضو، هل رح يضحي بأحد المدافعين، لأنه الأنصار ما عنده شيء يخسره بقى أبدا، بده يحط ضغط أكثر بخط الوسط. وقت تقدر تمسك منتصف الملعب تقدر تخلق الفرص الحقيقية على مرمى الخصم. أول ما الكرة توقف عدنان حيدر صار جاهز ليدخل لأرض الملعب. الأنصار من بعد ما تقدم 1-0 بالشوط الأول، بأواخر الشوط الأول عم بيعدل الساحل، وببداية الشوط الثاني عم بيتقدم الساحل. كرة خارج الملعب وعدنان حيدر التبديل الأول بدلا من جهاد أيوب. جهاد أيوب يلي ما قدم كثير بهالمباراة، عدنان حيدر بدلا من جهاد أيوب، وهيدا التبديل الأول من ناحية الأنصار مقابل تبديل كمان وحيد من فريق شباب الساحل. والمباراة شربت فينا نقول ولعت اشتعلت مع الهدف الساحلي الثاني يلي رح يخلي الأنصار يكب كل شيء في عنده، ما عاد عنده شيء يخسره أبدا بهالمباراة. واسم عدنان حيدر فارس ذكرناه مع الكابتن جمال الحاج خلال الاستوديو التحليلي بين الشوطين، وقلنا الأنصار بهاللحظات بحاجة للاعب يقدر يربط الخطين، وذكرنا اسم عدنان حيدر يلي هو عادة بنفذ المهمة. عدنان حيدر أصبح موجود على أرض ملعب حاليا مع الكرة بعيدة للخلف. محاولات الأنصاري مع حسام اللواتي، أيضا الساحل ممكن يسجل هدف ثالث للشاء. كرة أمامية خطيرة جدا، الكرة العرضية، شوارع الأنصارية عم تسمح للساحلية أنه يقربوا مجددا من شباكه لمغنية. هالمرة عبد العزيز نداي الرأسية السنغالية كادت تسفر عن هدف ثالث. هيدي هي الكرة العرضية، جميلة جدا يا حسين حيدر، لعيب يا حسين حيدر، رأسية نداي هالمرة المغنية عم يخلي فريقه بأجواء المباراة، عم يخلي له أمل ليعود بهاللقاء. 3-1 كانت تكون النتيجة، لكن دائما التقدم ساحلي. نجم المباراة بدو شك داوود دياميه صنع وسجل والساحل متقدم. هيدا هو التوقيع الناجح، هيدي هي الصفقة الناجحة لشباب الساحل يلي حكيت عنه كتير قبل بداية المباراة وقلت رح تشوفوا فريق غير. أنا كنت أكيد من هالموضوع. جول باكاري كوليبالي عم يسجل الهدف الثالث. الرأسية السنغالية بمرحلة أولى تصدى لها مغنية، إنما هالمرة المدافع الهداف يلي بيعرف الطريق إلى الشباك كان عم يسجل الهدف الثالث لشباب الساحل. الأنصار بوضع صعب، الأنصار بوضع محرج، يلي شاف المباراة بدايتها ما كان بيتوقع إنه الأنصار بيكون بهالموقف. هالمرة عم بيصعدوا وعم يلعب الكرة، يا سلام يا كوليبالي، أذيفة رأسية بالشباك الأنصارية، يا سلام عليك، عارف وين حطها، بحس الهداف بإحساس المهاجم. باكاري كوليبالي الرأسية المثالية فعلا قلت عنه المدافع الهداف بتاني أهدافه بكأس النخبة. هالمرة أغلى الأهداف يا كوليبالي. 3-1 أصبحت النتيجة لمصلحة شباب الساحل المرتاح جدا، مرتاح الساحل. هيدا يلي فيه يقولوا أقله، قلت لكم شباب الساحل غير عن الموسم الماضي، حكيت عن الأمر كتير قبل بداية المباراة استنادا للمعطيات، استنادا للمؤشرات يلي كانت قبل بداية المباراة، لا بل قبل بداية مرحلة التحضيرات كيميائية رهيبة بين اللاعبين يلي بقيوا. وأضيف لقلهم طبعا، أضيف لقلهم طبعا إضافة كبيرة هو داوود دياميه. عم بحكي عن كوليبالي بيه، عم بحكي عن عبد العزيز نداي بيه، خطوة ذكية من الحشق بين الأجنبيين يلي دخلوا
ضمن كيميائية الفريق، وأصبحوا بيعرفوا شباب الساحل منيح، وأصبحوا بيعرفوا كرة القدم اللبنانية منيح. والنتيجة عم تشوفوها أمامكم إلى يسار الشاشة مشاهدي أم تي في، شباب الساحل 3 الأنصار 1. لا شك أنه أكثر المتشائمين بفريق الأنصار ما كان بيتوقع أنه يشوف الزعيم الأخضر متأخر أمام شباب الساحل، إنما الموج الأزرق اليوم عم يعلى على كل شيء بمدرجات مدينة كمين شمعون الرياضية. أصوات الساحليين عم تكون أعلى من الجميع، يعني شباب الساحل صحيح اليوم باللون الأبيض إنما جمهوره باللون الأزرق، وفريق شباب الساحل هو طبعا عم يخلي الأنصار يكون بوضع صعب، فرح يغرق الأخضر أمام البحر الأزرق خلوني نسميه، لأنه أمواج الساحل فعلا امتداده عم بيكون إلى منطقة جزاء الأنصار، وعم تكون عالية جدا مثل ما كان بكاري كوليبالي بالعالي عم يطلع ليسدد برأسه إلى يمينه لحسن مغنية ليعلن عن ثالث الأهداف. كرة مقطوعة من شباب الساحل تبقى للأنصار، الأنصار بمحاولة لرد بده يقلص الفارق بشكل سريع، وإلا راح يكون فات الأوان يا أنصاريين. عباس عاصي يا سلام عليك، هيدا من أكثر اللاعبين اللي بيعجبوني على صعيد ثبات المستوى بفريق شباب الساحل، أخذ شارة القيادة من زهير عبد الله. خير خلف لا خير سلف بدون شك، عباس عاصي بالوقت يلي في تبديل حسن حمود نونا مكان كالفن داو بلش يرمي بأوراقه الهجومية نزار محروس. تاني تبديلات الأنصار، سحب ظهير أيسر وإدخال لاعب من ضربات شباب الساحل، كرة إلى خارج أرض الملعب بالمرة حسين حيدر ما بيقدر يعمل الكنترول عليها، رمي التماس راح تكون عند الحمود. يعني رغم غياب واحد من ابرز نجوم شباب الساحل واكثرهم نشاطا بخط الوسط، عم بحكي عن حسين رزق دونا، الساحل مسيطر بشكل كبير بمنطقه الوسط، خلوني اقول مش بالاستحواذ انما بمعرفه توجيه واداره المباراه بالوقت يلي حاليا. كره على الجهه اليمنى مع موني، موني يا سلام عليك، عم يبعد عباس عاصي تبقى مع اونيكا يلي بيسدد، لكن فكرتها كانت كثير ذكيه بالوقت يلي مهاجم جديد عند الانصار عم يتحضر للدخول. كوشك شوفوا الانصار عند ما يستعمل مهارات نجومه مثل موني ومثل اونيكا، شوفوا اونيكا ما نطر لحظه، ما اطلع على المرمى، سدد بقدمه اليسرى، يمين شمال ما فيش مشاكل عند اونيكا، دائما بالاجرتين بيقدر يسدد. بالوقت يلي كوراني هو عم يعمل شغل حاليا على ارض الملعب، والوانتو مع داوودا، كوراني بحافظ على كرته، لكن يا سلام حسن حمود ممتاز جدا بهالتدخل وبهالحركه الدفاعيه الاخيره، بتروح لعند المعتوق، المعتوق 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 عم يتقدم حاليا، المعتوق عم يروح، المعتوق عم يحاول يهرب، انما في خطا وفي صافره، خطا لمصلحه حسن معتوق. عاجبني كثير فريق شباب الساحل، تعامل حش حمود ايضا مع المباراه ممتاز جدا، شوفوا عباس عطوي والصراع مع حسن معتوق. اللاعب يلي خلفه بارتداء القميص الرقم 10 بالنجمه بالوقت يلي حاليا الانصار امام فرصه تقليص الفارق، الانصار 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 الانصار، موزس حتى هو داخل منطقه جزاء اللواتي للمعتوق، المعتوق بيسدد جول، بغيب بغيب وبيظهر بلحظه وبغيب يظهر، طل البدر طل القمر بالنسبة لجمهور الأنصار بمنطقة شباب الساحل. من الساحل نجم الأنصار كان عم يسدد هالكرة، وإلا الشباك شباك علي ضاهر، النتيجة عم تصير 3، المباراة عم طولها أكثر. شوفوا الكرة الأمامية دائما موني على التركيز على الجهة اليمنى، والكرة عطية علي ضاهر وسدد مرة الكرة يا علي ظاهر، غلطة الشاطر، غلطة الشاطر يا علي ظاهر. من جديد مرة جديدة بالإعادة، كرة موني علي ظاهر، موزس كان عم يشارك بالهجمة، التمريرة من اللواتي أراها مظبوط، سدد المعتوق، اخترقت علي ظاهر ومع اخترقت الشباك فارس. مباراة رائعة جدا 3-2 لمصلحة الساحل، وفي يقول من الصعب توقع هوية الفائز بهاللقاء. من اجمل المباريات يلي معقول نتابعها، ومن اجمل الاصوات الشوط الثاني، مع الشوط الثاني لهلا صار 3 اهداف داخل باول ربع ساعه من الشوط الثاني،
صار مالك ساعة لبداية المباراة وربع ساعة لبداية الشوط الثاني، نتيجة 3-2 تقدم شباب الساحل. الأمور بعد منا واضحة أبدا، الأنصاري بيقدر يرجع بأي لحظة، شباب الساحل بيقدر يسجل بأي لحظة كمان. خلينا نتابع المباراة ونشوف مين رح يحمل كأس النخبة بالنهاية، هل رح يكون الأنصار أو شباب الساحل. يعني عم يعجبني كثير اللياقة البدنية اللي عنده إياها واللي بتميز فيها عباس أطول لاعب شباب الساحل. عم نشوفه وين ما كان بكل أماكن الملعب، ولعت على المدرجات على الآخر، جمهور الأنصار عم بيشجع، جمهور الأنصار عم بيحمس، جمهور الساحل كمان فريقه مازال متقدم. لهلا الكاس عند فريق شباب الساحل، لهلا بعد في نص ساعة على نهاية وقت قصي لزمن المباراة. البيطار بمرر كرة أمامية للواتي، اللواتي لحسين عواضة، حسين عواضة داخل منطقة الجزاء، كرة بيبعدها دفاع فريق شباب الساحل. علي عبود ببعض كرة لخارج الملعب، رمي تماس أنصارية الأنصار يلي بده يشدد من ضغطه أكثر وأكثر على مرمى فريق شباب الساحل. هيدا يلي عم نقوله، ما عنده شيء يخسره أبدا الأنصار، بده يحط كل تقله بالهجوم ولو بده يخاطر بالدفاع. كرة رائعة بس لخارج الملعب، بعيدة بعيدة يا مولي، قطعت كرة، اجتازت خط الملعب. الحش حمود على أعصابه، نزار محروس على أعصابه، الأمور غامضة تماما. فارق هدف بأي لحظة بيقدر يتعوض، وبأي لحظة بيقدر الساحل يضاعف النتيجة ويزيد النتيجة أكثر وأكثر. مباراة مسائية ممتعة عم بتابعوها عبر شاشة الام تي في من مدينة كمين شمعون الرياضية ببيروت. عبد العزيز نضاي بمرر هالكرة الأمامية، وفرصة كادت تكون لفريق شباب الساحل بيبعدها باللحظات الأخيرة. حسن بيطار ترجع بترتد مع حسن حمود يلي بمرر لموزيس لوكاس، منه للواتي، لواتي بمنتصف ملعب بيتقدم اللواتي، بيتعرض للخطأ، الحكم بيتابع اللاعب، ادفانتج الكرة ما استفاد منها فريق الأنصار، بيرجع الحكم بيعطي الخطأ للأنصار. يعني دوري مجنون، دوري رائع رح يكون، بيوعدنا بأمور كتيرة. عم نشوف الفرق قريبة كتير من بعض. امبارح شفنا فريق البرج كمان مستوى ممتاز رائع، فريق البرج. كرة أمامية لفريق الأنصار على مشارف حدود منطقة الجزاء، كوليبالي بيشتت الكرة، ممنوع يهدي الكرة كوليبالي مع الضغط الأنصاري الكبير، بده يشتت كل لاعبي فريق الأنصار بالهجوم باستثناء حسن بيطار. عم بيجربوا يقطعوا اللواتي وموني، عدنان حيدر ضغط كبير بخط الوسط، المعتوع عم بيسندهم، عواضة بيرجع الكرة بغير اتجاهها لعند اللاعب البرازيلي موزيس لوكاس، منه على الجهة اليسرى، الهجمة أنصارية، الدفاع من شباب الساحل عم بيجربوا يقطعوا الكرة، يبعدوا الكرة، ممنوع توصل للاعب لابس أخضر. هيك الحش حمود عم بيقلهم، هيك الحش حمود عم بيطلب، حلو كتير من حيدر لا داوودا. الله الله الله، كرات حلوة ساحلية بهالوقت الممتاز من المباراة للفريقين. الساحل بيعرف انه بعد في وقت كتير، ما لازم ابدا يرجع للدفاع كل الوقت ويترك المجال للأنصارية للهجم. الحج مالك شو هيدا يا حج مالك؟ جول 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 في مباراة من الأجمل، مباراة الأحلى، مباراة الأنصار. الأنصار اتأخر 1-3، الأنصار عم بيرجع، عم بيقلص، عم بيعدل. الأنصار 3 شباب الساحل 3. مباراة حلوة، مباراة رائعة، مباراة ممتازة. الجمهور اللي عم بيتابع شاشة الام تي في عم بيستمتع، ممنوع يبقى الحج مالك لحاله، ممنوع علي ظاهر كان بيقدر يبعد هالكرة، الحج مالك غيرت اتجاه هالكرة كمان، خدعته لعلي ظاهر، هيدا موني مرر، الحج مالك سدد وكرة نوعا ما
مش كتير والضغط أكتر وأكتر. هلأ على الحش حمود 3-1 ترجع تتلقى هدفين بهالسرعة. مباراة بأول 20 دقيقة شربل 4 أهداف بالشوط الثاني. هيدا شيء رائع لكل يلي بده يتابع فوتبول ويستمتع بكرة القدم. بعد في أهداف هيدا الأمر يلي عم نشعر فيه بخلال متابعتنا للمباراة وخصوصا مع اللعب المفتوح اللي عم يمتدوا الفريقين مع كرة حاليا على الجهة اليسرى. حسين حيدر هو يلي عم يتلقى هالكرة. شو ممكن يعمل أيضا لاعب مهارة حسين حيدر بحاول مرة سائل عوضة وبيسدد عم تفوت بالبغنية بتبقى الفرصة الساحلية جول. لكن تسلل التسلل هالمرة والراية داوود الديمي. قلت عم بشعر انه في اهداف دخلت الشباك لكن الحكم اعلن عن حال التسلل. هيدا الامر يلي رح نشوفه بالاعادة عندما طلعت الكرة من قدم حسين حيدر. هل كان داوود الديمي متسلل بالوقت يلي المعتوع عم يحاول يرجع الانصار مرة جديدة مثل ما قربهم من التعادل. فعلا هدف المعتوع رجع الانصار للمباراة يعني عوض يمكن الفرصة الثمينية اللي كانت التحول هذه التسديدة. وينو داوود الديمي؟ داوود الديمي كان فعلا متسلل عندما خرجت الكرة عندما سدد حسين حيدر. عندما سدد حسين حيدر كان داوود الديمي بموقف تسلل. قرار لا غبار عليه من الحكم المساعد سليم سراج. داوود الديمي عم يحرم انه يضيف هدف ثاني ويأكد فعلا انه هو نجم المباراة بهدف وتمريرة حاسمة. الوقت اللي اللعب متوقف حاليا. مثل بعام 1999 الأنصار فاز على الساحل 2-1 بالدور الأول. هدف ساحل وقت سجله عماد الميري. لكن رغم الفوز الساحليين وبهالهدف ليه عم بذكر مين مسجل الهدف، قدر شباب الساحل بفارق الاهداف يتاهل الى دور نصف النهائي الى جانب الاخاء الاهلي علي، ومن بعدها يروح للمباراه النهائيه ويواجه الهومنمن. لكنه خسر امام الهومنمن يلي احرز لقبه الوحيد بعام 1999. ووين الهومنمن حاليا؟ المعادله الكرويه للاسف الهومنمن وهومنمن يمكن الجمهور اللبناني من هالشبان والجيل الجديد الصاعد اللي عم يجي على الملاعب ما بيعرف عنه شيء. على كل حال من الامل ان يرجع عمان من عمان من حكمي راسينج وكل الفرق العريقه اللي تعودنا نشوفها بدوري الاضواء بالمواسم المقبله. ايضا بطوله الدرجه الثانيه واعده الموسم بشكل كبير بالوقت اللي لواتي حاليا امام فرصه واعده. وعلي الطاهر المره عم يعمل الانجاز. اللواتي عم يسدد بقدمه اليسرى وعلي ظاهر عم يعمل الانجاز. بطولة الدرجة الثانية مثل ما قلت وعدة خصوصا بوجود ديربي بين الحكمي والراسينج. البرج وشباب البرج اذا هن يلي صعدوا الى دوري الاضواء. ومنجدد المباركة للبرج على انجازه فوزه بكأس التحدي. شباكه ما اهتزت ابدا. فريق جيد جدا. علي ظاهر هون هالمرة قدر يتمكن من التصدي للكرة. ايضا بعام 2009 أنصار فاز 1-0 على ملعب بيروت البلد ضمن المجموعة الثانية على شباب الساحل. هدف وقت سجله محمود لبساط. عام 2012 ودائما ضمن المجموعة الثانية التعادل كان 1-1. ضمن المجموعة نفسها بعام 2016 فاز الأنصار 4-1 على ملعب العهد. يعني عم ذكر بهالمباريات اللي كانت فعلا من المباريات المثيرة ضمن لقاءات الفريقين بكأس النخبة. على ما يبدو علي ظاهر هون عم يتألم وتعرض لإصابة فرح نشوف خروجه من الملعب. من السلامات لعلي ظاهر. رح يقدر يكمل. شوف مين عم يواكب علي ظاهر. واحد من الحراس التاريخيين علي فقيه. اسم الغني عن التعريف. صاحب رقم قياسي بالحفاظ على نظافة شباكه بدوري ألفا حسام اللواتي أو بالدوري اللبناني بوقتها ما كان فيه تسمية للدوري. علي فقيه كان فعلا الرقم واحد بين الخشبات الثلاثة بالأنصار وبالمنتخب الوطني. طبعا المنافسة كانت كبيرة وقتها على صعيد حراسة المرمى بالمنتخب مع الحارس أحمد الصائر حارس مرمى
الساحل. موني حاليا بالاستعراض الهجومي، حسن شعيت وموني بيلعب الكرة عند حسن معتوق إلى يمين، أونيكا المعتوق بيحاول ياخذ الأمور على عاتقه، لكن هالمرة تحت الضغط عم يلعب لأونيكا يلي بيلعب الكرة العرضية بحثا عن الحج مالك، والرأسية موجودة من الحمود، والكرة بين يدي علي ظاهر. كرة بالخلف مع الأنصار، تبقى أنصارية الأنصار والبحث عن الطريق إلى الشباك مرة جديدة. كرة مقطوعة وفي صافرة وفي خطأ لمصلحة حسن معتوق ولمصلحة الأنصار، بس تحرك المعتوق تغيرت الأمور كثير على أرض الملعب بالنسبة للفريق الأخضر. يعني يقدر نزار محروس يكون عنده مرونة على الصعيد الهجومي، لأنه المعتوق بيقدر يغير مركزه، موني بيقدر يغير مركزه، اللواتي بيقدر يغير مركزه، هالأمر بيستفيدوا منه بالشوط الأول من اللقاء، لكن بالشوط الثاني الأمور تبدو مغيرة بالوقت يلي في كرة، في تسلل، في تسلل يا عبد العزيز، في تسلل، وين رايح؟ التسلل كان بالكرة الأخيرة، والأنصار مجددا عم يتقدم. كرة بتبقى أنصارية مع اللواتي، أيضا بيلعب الكرة الأمامية لموني المعتوق، والحج بالك بالانتظار موني شو ممكن يعمل بهالكرة، موني موني تحت الضغط، موني بحافظ على كرته بمهاراته العالية، عم يحاول يدخل منطقة جزاء، بتبقى الكرة داخل المنطقة لكن مقطوعة مرة جديدة، وهالمرة فرصة أمام الساحل للارتداد. رح أشوف لياقة الفريقين قد إيه رح تخدمهم. حسن حمود عم يتدخل من جديد، يعني بالتاكلينج حسن حمود هو الابرز بصراحه من وقت دخوله الى ارض الملعب، العديد من التدخلات نظيفه من دون اي خطا عم تسمح للانصاريين باستعاده الكره. رمي التماس حاليا للانصار، والبحث دائم عند فريق الانصار عن ممر باتجاه منطقه جزاء شباب الساحل بالوقت يلي الساحليين عم يدافعوا حاليا بخمس لاعبين عم ينجحوا ان يستردوا الكره. شباب الساحل من جديد الكره للامام، وين عبد العزيز؟ عبد العزيز وخطا لمصلحته المره، لوكاس موزس رح يتلقى الانذار. التدخلات الخشنة، التدخلات العنيفة بدأت تزيد على أرض الملعب فارس. هذا الانذار الثالث لفريق الأنصار، وثلاثة ثلاثة النتيجة دغري. واحد بده يطلع، بده يتأكد أنه حامي كتير على أرض الملعب، حامي من الفريقين، حامي من الساحل، حامي من الأنصار، ما حدا بده يتلقى مرمي هدف رابع. صحيح صار في أربع أهداف بالشوط الثاني، بس معقول هدف بعد جديد يكون الهدف الأخير بالمباراة. هون خطأ واضح والإنذار محق كان لموزيس لوكاس اللاعب البرازيلي يلي نزل تاكل قاسي كتير على عبد العزيز الضاي. بدو يبلشوا يفكروا المدراء الفنية الاثنين، كان الحاج حمود أو نزار محروس، بركلة الترجيح. ولو بعد في وقت، بعد في 17 دقيقة وغير الوقت المحتسب بدل عن ضائع، يعني تقريبا 20 دقيقة بدنا نقول، بس بيكونوا خلال هالأسبوع أدوا تمرينة خاصة بركلة الترجيح. بحال وصلوا الفريقين للتعادل صار في مين بده يسدد ركلة الترجيح، بيكونوا محضرين اثنيناتهم. موزيس لوكاس بيرجع بيقوم وبينزل لمتابعة المباراة. هل رح يكون في تبديل جديد بصفوف فريق شباب الساحل؟ هل الأنصار رح يجري أي تبديل؟ كمان مرة من غير زاوية وخطأ واضح. كرة عالية، عبد العزيز نداي بيطلع بهالكرة الرأسية وفي خطأ، الحكم بيقول في خطأ على رضا على عبد العزيز نداي، طلع وأخذ الكرة، عمل فاول بهالكرة يلي بتنتقل سريعة لفريق الأنصار. الأنصار بده يرجع يعمل جردة حسابات كتير كبيرة قبل انطلاق الدوري بعد هالأهداف الثلاثة يلي دخلت مرمي، خاصة من الناحية الدفاعية. وشباب الساحل أيضا بده يطلع وين كانت المشكلة بعد التقدم 3-1، كمان الأخطاء يلي دايما بتسبب بأهداف. أول مباراة بالدوري رح تكون الديربي المنتظر بين الأنصار والنجمة، دوري رح يكون حامي كتير كتير هالموسم. كرة أمامية لعباس عطوي، أونيغا بيلعبها للحج مالك ساقطة خلف الدفاع، بتوصل لعند علي.
عم بيعطي تعليماته للاعبين. الحاج حمود كمان واقف على الخط يلي مسموح انه يوقف ويوجه اللاعبين. هلا الوقت رح يمر بسرعة للاعبين الفريقين. بحال التعادل اللي عم بيعتمد كمان على الكرات الطويلة الساقطة أمامية لعبد العزيز نداي. عبد العزيز نداي ما رح يقدر يفلت أبدا. حسين عواضة كان موجود بالمكان المناسب. هيدا الحاج حمود انقطع حسه، انقطع نفسه الحاج حمود، ما عم بيقدر ياخد نفس بقى الحاج حمود، بده مي. هيدا هو يلي عم بيصير فعلا. واحد من أكثر المدربين يلي بحمس اللاعب، بشجع اللاعب، يلي بضل كل الوقت ورا اللاعبين لأنه بيعرف كتير منيح اللاعب اللبناني. بدك تضل وراه، تضل تحمسه، تضل تشجعه، تضل توجهه. حش حمود شابو با فعلا على أدائك مع فريق شباب الساحل. كرة حاليا مع المعتوق يلي متصدر ترتيب الهدافين بكأس النخبة مع 4 أهداف. عواضة لمين هالكرة بتنقطع. الشباب الساحل رح يعرق الكتار بالدوري اللبناني هالموسم. ما رح تكون مباريات الفرق الكبيرة قدام شباب الساحل بالمباريات السهلة أبدا، بده يعملوا حسابات كتير كبيرة لإله. كمان الحج مالك ما بعرف ليه الأنصار عم بيعتمد على الكرات الطويلة، الكرات الساقطة، بوجود المعتوق، بوجود موني، بوجود عباس عطوي، أونيجا، عدنان حيدر اللواتي، بيقدر يوصل أكتر للمرمى. أمامية مع داوودة مهارات فنية عالية كتير، لاعب كان ممتاز الموسم الماضي، برز مع البقاع. هذا الشيء اللي خلى فريق شباب الساحل يضمه هالموسم. أمامية الكرة على مشارف حدود منطقة جزاء، ما زالت الكرة مع شباب الساحل. كرة بتنرفع داخل منطقة الجزاء، بيطلع مغنية بيبعدها بالبوكس. الخطر موجود بالشوات كتير. بيقدر الساحل يسجل وبيقدر الأنصار يسجل. المعتوق بيتقدم، في خطأ. الحكم بيترك اللاعب أدفانتج، فرصة لفريق الأنصار. هل رح نشوف الهدف الرابع؟ الله، تسديدة عالية يا موني، تسديدة عالية يا موني. كان بدك تصيب المرمى. تحفة فنية رائعة. هذا اللي كنت عم بقوله، بوجود هاللاعبين تخمت الأسماء الكبيرة. ليه عم بيلعب طويل الأنصار؟ بيقدر يوصل للمرمى بسهولة. لاحظوا الألعاب الحلوة، الألعاب الفردية، المهارات العالية، التمريرات. وموني هون سدد كرة عالية 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 عن مرمى علي ظاهر. والأمور يعني صعبة مع الوقت يلي عم بمر. شربل 12 دقيقة، الحاج حمود على أعصابه، نزار محروس منه مرتاح. بالنهاية في لقب الليلة رح يروح لواحد من الفريقين. وهون بلش شغل الحاج حمود فارس، لأن إذا بنرجع بنشوف الإعادة مرة جديدة موين انطلقت الهجمة وعدم قدرة عدد كبير من لاعبي شباب الساحل على مواكبة لاعبي الأنصار بالارتداد، يعني مشكلة كانت كتير كبيرة. حتى موني كان وحيد لمسافة 20 متر تقريبا. شوف بالإعادة مرة جديدة، هون انطلق المعتوق، حاول عباس عطو يوقفه بالفاول. لاحظ قديه الملعب فاضي، لاحظ قديه ما حدا عم بيتابع موني من وين. موني تقريبا من بعد منتصف الملعب انطلق من دون أي مواكبة دفاعية. بالتأكيد كان بالإمكان أفضل من مكان يا موني، وإنك تسدد بالشباك وتحسم الأمور بالنسبة للأنصار. أضاع حسن معتوق بالشوط الأول وكانت نقطة تحول، والسؤال اللي بيطرح نفسه، هل فرصة موني هيدي ممكن تكون نقطة تحول لمصلحة شباب الساحل مرة جديدة؟ أنا برأيي هالمرة أصعب الأمور من الشوط الأول، لأنه منسوب اللياقة البدنية عند لاعبي شباب الساحل واضح أنه انخفض، تحديدا بعد ما سجل الأنصار هدفه الثاني. علي ظاهر عم يترك ركلة المرمى لا باكاري كوليبالي، هو على التنفيذ حاليا. كوليبالي بيلعب الكرة الأمامية، البحث عن نداي مباشرة عند البيطار، كنترول من البيطار، بيسلم عدنان حيدر. من بعد دخول عدنان حيدر تحسن الأنصار بدون شك على صعيد عملية الربط. عدنان حيدر عم يلاقي أونيكا، دائما عم يلاقي اللواتي اللي من وقت ما سقط بالهجوم خلف خط الوسط الساحلي تغير أداء الأنصار. مهاجم جديد على أرض الملعب، موني أوت، محمود كوجوك إن. كوجوك
صاحب الهدف الوحيد بالدور الأول بمواجهة الإخاء الأهلي علي أهدى الأنصار، أول انتصار بكأس النخبة. هو عم ياخد مكان موني، ما كان موفق موني بمباراة اليوم. الموسم الماضي موني سجل بمباراة الإياب يلي فاز فيها الأنصار 3-2 هو وسوني والحج مالك، بينما سجل الساحل حسن كوراني وعبد العزيز الداي. بالذهاب كان في هاتريك للحج مالك بالتخصص الحج مالك، يعني بآخر ثلاث مباريات بمواجهة شباب الساحل الحج مالك سجل 5 أهداف. طبعا مع هالمباراة يعني عم بحكي، وهدف لحسن بيطار كان بمباراة الذهاب. كورنر حاليا حسام اللواتي هو يلي بيلعب الكرة اللي داخل منطقة جزاء، مقطوعة من العطوي، بتبقى أنصارية بتروح لعند البيطار. البيطار بده ينتبهوا من الأوفسايد، عم يحاولوا ينسبون من مصيدة التسلل لاعبي شباب الساحل، والرأسية هون سيئة جدا كانت من موزس، لوكاس موزس بالرأسية السيئة إلى خارج أرض الملعب. 9 دقائق متبقية على نهاية الوقت. من أرض الملعب ودخول حيدر عواضة، هيدا الاسم ممكن يكون من الأسماء البارزة جدا، لاعب بيتمتع بموهبة تهديفية جيدة ونحكى عنه كتير. حيدر عواضة إذن عم يدخل إلى أرض الملعب، سجل بالموسم الماضي مع الأهلي النبطية 13 هدف ببطولة الدرجة الثانية، ولفت أنظار شباب الساحل اللي استقدموا إلى صفوفه أملا طبعا أن يكون إضافة هجومية، يعني عنده إمكانات بدنية، عنده صفات المهاجم على الصعيد البدني، لكن بده يثبت نفسه أكيد بالدرجة الأولى مثل ما ظهر بشكل جيد بالدرجة الثانية، ويقدر ياخذ مكان بتشكيلة شباب الساحل، ليش لا؟ بس عاصي جوكر شباب الساحل بمنتصف الملعب بدأ المباراة، إنما هالمرة عم يكون موجود بمركز الظهير الأيمن. الخطأ كان لمصلحته بعد الاحتكاك مع محمود كوجك والكرة الأمامية. سينو عم يقطع حسين عواضة، بيسلم مثل العادة حسام اللواتي، وعم يحاول يلعب اليوم دور صانع الألعاب بالشوط الثاني. حاج مالك عم يقاتل على هالكرة، بترجع لعند حسين عواضة. الأنصار أصبح مرتاح أكثر، أصبح عارف شو عم يعمل على أرض الملعب بخط الوسط، لكن لا تزال الصورة التكتيكية الاستراتيجية الأنصارية غير واضحة. هذا أمر طبيعي، يعني مدرب جديد، لاعبين جديد دخلوا إلى صفوف الفريق، وموسم جديد أيضا، يعني ما في أحكم على الساحل وعلى الأنصار من هالمباراة تقول شو ممكن يعملوا بالموسم، لأن مرحلة التحضيرات ما خلصت بالنسبة لكل الفرق. إن شاء الله أكيد مع انطلاق بطولة الدورة كل الفرق تكون جاهزة ونشوف مباريات جميلة ومليئة بالأهداف مثل مباراتنا اليوم مشاهدينا. نهائي كأس النخبة بتذكر بارح كنا مع نهائي كأس التحدي وفوز البرج على السلام صغرته بهدفين وحصوله على لقب كأس التحدي للمرة الأولى ولقبه الأول من عام 1993 وقت فوزه بكأس لبنان. ومين رح يخلف التضامن صور؟ كان هيدا السؤال امبارح، البرج كان الجواب، والسؤال اليوم مين رح يخلف النجمة ويحصل على اللقب؟ النجمة يعني اللي صاحب العدد الأكبر من الألقاب بكأس النخبة وبطل آخر 3 نسخات. وبالمناسبة يعني وبالحديث عن النجمة، أكثر لاعب أحرز لقب كأس النخبة هو عباس عطوي قائد النجمة السابق، 7 ألقاب حصل عليها عباس عطوي مع النجمة بكأس النخبة، فرح ينجح أنه يضيف لقب ثامن لمسيرته. فعلا تاريخ عباس عطوي هو يلي عم يخرج حاليا من أرض الملعب لاستكمال العلاج. بالوقت يلي الحديث بين الحاج حمود واللواتي مستمر، رح ينجح انه يخطف هدف حاسم وهدف قاتل وهدف بيساوي كأس النخبة لفريقه. هذا الامر يلي ممكن يحصل باخر 5 دقائق من المباراة،
بهالأمسية الكروية المثالية عبر شاشة ام تي في مشاهدينا، يعني عم نستمتع اكيد نحن وياكم بهالمباراة. الدقيقة 85 اذا فارس، متبقي 5 دقائق على النهاية. الانصار والساحل، مين راح يفوز؟ الانصار حاليا هو بالهجوم. الانصار محاولات بده يجرب ينهي المباراة بلا ما يروح لركلة الترجيح، بس الامور منا سهلة ابدا. يعني فيكم تتخيلوا الانصار مع عودة سوني سعد، مع عودة شبريكو، عودة نصار وبالاضافة لألفريدو جريديني واياد حمود يلي راح ينضموا اللاعبين لتشكيلة فريق الانصار، راح يكون فريق الانصار بحلة تانية مع انطلاق الدوري. اليوم مباراة رائعة بين الفريقين، شباب الساحل قدم مباراة كبيرة شو ما كانت نتيجة اللقاء. كل الاحترام لفريق شباب الساحل، لإدارته، لجهازه الفني. الأنصار عمل كامباك كتير كبير، فرصة لفريق شباب الساحل. معقول معقول، مغنية باللحظات الأخيرة عم بخلص مرميه، عم بخلص مرميه من هدف كاد يكون لحيدر عوضة. حيدر عوضة لاعب الأهلي النبطية السابق يلي انضم لفريق شباب الساحل. خطأ كان من دفاع الأنصار وكرة لحسن حظ مغنية عم بيقدر يخلصها بالوقت الحاسم باللحظات الأخيرة من المباراة. كاد شباب الساحل يقلب النتيجة ويغير النتيجة. ركلة ركنية ساحلية بهالوقت مع الكوراني على التنفيذ. الأعصاب مشدودة، ما حدا مرتاح، ما حدا مرتاح أبدا. ترجع الكرة ما زالت مع فريق شباب الساحل، بيبعدها، بتوصل لعند عدنان حيدر. عدنان حيدر بيلعبها سريعة. الله 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 الله، حلو كتير الفوتبول يلي عم نشوفه، حلو كتير الأداء يلي عم نشوفه من الفريقين. خطأ جديد بمنتصف ملعب، الحكم بلش يطلع على ساعته ليشوف الأمور، ليشوف قديه باقي، ليشوف قديه بده يعطي وقت محتسب بدل عن ضائع. الهدف في حال تسجل لأي فريق من الفريقين رح يكون هدف قاتل، هدف بيقضي على المباراة. داوودا 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 بيلعب الكرة أمامية، في مشكلة، في مشكلة بدفاع فريق الأنصار، هيدا الأمر واضح. وقت بدنا نقول الساحل سدد بالقائم، الساحل قدر يخلق فرص عديدة، الساحل قدر يسجل 3 أهداف، يعني في إعادة حسابات بدها تكون بدفاع فريق الأنصار بالمرحلة المقبلة. في بطاقة صفرة، في إنذار، لمين الإنذار؟ لمين رح يكون البطاقة الصفرة؟ هل الإنذار بهالوقت لحسن حمود؟ حسن حمود يلي عم بيحصل على بطاقة صفراء. ذكي كتير الفاول يلي ارتكبه حسن حمود. شوفوا الفاول يلي ارتكبه، لأنه كاد يكون جاد حسين لحاله بمواجهة حسن مغنية. عم نوصل للحظات الأخيرة من الوقت القصي لهالمباراة. الأعصاب مشدودة، كان المشاهدين يلي عم بيتابعوا المباراة عبر شاشة الام تي في أو لاعبين على أرض الملعب. ركلة حرة من مكان معقول كتير يصيد منه على التسديد محمد حمود. محمد حمود بيتقدم بيسدد كرة بيبعدها حسن مغنية بالبوكس، ما بده يلقط أبدا، ما بده ياخد مخاطرة. كرة عالية لعند حسن معتوق، ممنوع حسن معتوق ياخد الكرة، ممنوع يكمش الكرة حسن معتوق لأنه الخطورة بتكون موجودة. يعني الحاج حمود واصل صوته لعندي وعم بيشجع اللاعبين، عم بيطلب من اللاعبين يرجعوا ما يتركوا أبدا. هجوم الأنصار لحالهم، فرصة لفريق الأنصار داخل منطقة الجزاء. الكرة بتمر والخطر بيزول، بس الكرة بعدها أنصارية ورمية تماس أنصارية. علي رضا عم بيطلع بساعته، ماهر العلي صار موجود على المكان المخصص له ليعطي الوقت المحتسب بدل عن ضائع يلي رح يكون قدام الفريقين. اللواتي بيحصل على ركلة ركنية، ماهر العلي بيتقدم ليرفع، 5 دقايق وقت محتسب بدل عن ضائع.
الحكم بين التبديلات وبين الإصابات وبين الأمور يلي صارت على أرض ملعب ارتقى أنه يعطي 5 دقائق. ركلة ركنية وكرة عالية، كرة خطرة كتير، بيبعدوا للحج مالك زكي كتير بهالكرة. كوليبالي بيعرف شو لازم يعمل، يعني دخلنا بالوقت الحاسم شربين، هيدا الوقت يلي ما حدا بيتمنى أبدا يدخل مرمي الهدف، بينما الهدف في حال تسجل رح يكون هدف أخير بتصور بالمباراة، رح تكون بالنسبة لواحد من الفريقين النهاية من دون شك. بالوقت اللي حاليا التقدم من شباب الساحل والكرة الأمامية، يعني شوف شباب الساحل فعلا هبط مستواهم بدنيا بشكل كتير كبير، الأمور منا سهلة أبدا عليهم. هذا الأمر ممكن يستفيد منه الأنصار بأي لحظة مع أونيكا وفي صافرة على وقع اعتراضات جمهور الأنصار ولاعبينه. كوراني موجود على أرض الملعب، كل السلامات لإله، على ما يبدو تعرض لإصابة بعد احتكاك مع أحد لاعبي الأنصار. هيدا الحج مالك أمامنا، السفاح جلاد الحراس هداف الدوري بالموسمين الأخيرين. هون الاحتكاك اللي كان بين لواتي وحسن كوراني، كوراني على أرض الملعب إذن بيأمل أنه يتابع اللقاء. يعني لقاءات الأنصار وشباب الساحل كانت دائما لمصلحة الأنصار، عم بقول دائما نعم، لأنه إذا بنرجع لبطولة الدوري والمواجهات 39 بين الفريقين، 24 مرة فاز الأنصار مقابل انتصار وحيد للساحل، التعادل كان ب14 مناسبة، الفوز الوحيد للساحل من 17 سنة وأكثر حتى، تحديدا ب4 أيار 2002 قدر الساحل يفوز بنتيجة 3-2. 77 هدف للأنصار بمرمى الساحل مقابل 29 هدف للأخير بمرمى الأخضر. الفوارق كبيرة طبعا، إن كان على صعيد الألقاب وإن كان على صعيد المواجهات، لكن الماضي بيبقى ماضي، وكل موسم بموسم. وبالوقت اللي حسام اللواتي حاليا عم يلعب الكرة العرضية مقطوعة من دفاع شباب الساحل، بتبقى خطيرة داخل منطقة الجزاء، محاولة للمرور من المعتوق عم تنقطع. الأنصار عم يفرض حصار على الساحل حاليا. بيطار، ترجع الكرة على الجهة اليمنى مع أونيكا، بمر أونيكا بقدمه اليسرى، الكرة الأمام بيحاول يلاقي المعتوق، لكن صعبة هذه يا أونيكا، لا بل مستحيل أنه كان يوصل للمعتوق. ركلة مرمى عند شباب الساحل يلي فيه يقول فيه يكسب بعض الثواني بالوقت الحالي. الأنصاريين والأنصاريات المتواجدين بأعداد كبيرة بالجهة المقابلة للمنصة الرسمية بانتظار انه يشوفوا فريقهم عم يرفع كأس النخبة. يعني كأس النخبة بصراحة منا فقل خير، كانت اقله باخر موسمين على الفائز فيها على فريق النجمة صاحب ال 11 لقب بذكر بكأس النخبة. الأنصار احرز اللقب مرتين كمان من مرة، العهد عنده 5 ألقاب والصفا عنده لقبين. باقي الفرق لعبت دور الكومبارس على صعيد هالمسابقة التنشيطية اللي بتسبق انطلاق الموسم الجديد. حمود حاليا على الجهة اليسرى عم يعكس الكرة العرضية، البحث عن واحد من زملائه بتوصل لعند جاد حسين، كنترول ممتاز. هذا واحد من اللاعبين ايضا موهوبين بشباب الساحل، دخل بالشوط الثاني بعد تبديل اضطراري، عم يحافظ على الكرة بوجه بديل اخر هو حسن حمود. من وقت دخوله عم يلعب دور جيد على الصعيد الدفاعي، مع انه لاعب مهاجم هو حسن حمود. غياب شبريكو اليوم على الجهة اليسرى خلى كالفين داو يبدأ المباراة كأساسي، لكن ما كان موفق، هذا الأمر واضح ولهالسبب نزار محروس دفع بحسن حمود على الجهة اليسرى. عباس عاصي بيلعب الكرة مع داوودا مرة جديدة، سليم سراج عم يعطي الإشارة والكرة لمصلحة شباب الساحل. ثواني قليلة وبينتهي الوقت المحتسب بدل عن ضائع، ومنروح للبينالتيز. وركلات الترجيح يلي راح ترجح فوز فريق على آخر، إلا إذا كان أحد لاعبي الأنصار أو شباب الساحل عنده رأي آخر. الثواني الأخيرة وبتصير المهمة الثقيلة على شخصين على أرض الملعب، على علي ظاهر من جهة شباب الساحل وعلى حسن مغنية من جهة الأنصار. حسام اللواتي حاليا بهالكرة الأمامية،
زين عواضة الانطلاقة السريعة الكرة العرضية حش مالك الخطورة لا تزال موجودة ما معقولة الحركة الدفاعية يلي أبعد من خلالها شباب الساحل الكرة وأبعد الخطورة عن مرمى علي ظاهر بالوقت يلي داوودة عم يحاول ينطلق داوودة عم يحاول يستعرض مهاراته أيضا داوودة عم يروح داوودة عم يهرب داوودة 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 شو ممكن يعمل بهالكرة داوودة يبر الكرة رائعة جدا الخطورة ممكن تكون موجودة بهالكرة حيدر عوضة دخل منطقة جزاء حيدر بيسدد إنما عم ترتد ومع علي رضا عم يعلن عن نهاية المباراة بالتعادل 3-3 بين الأنصار وشباب الساحل يعني هيدي يمكن من أجمل لقطات المباراة 3-3 إذن النتيجة والتعادل وجمهور الأنصار القادم من كل مناطق لبنان رابطة عرمون بشمون عم ترفع هاليافطة حسمت على صعيد الهدافين حسن معتوق أفضل هداف بكأس النخبة بأربع أهداف وأفضل صانع أهداف هو عباس عطوي شباب الساحل يلي عنده أربع تمريرات حاسمة تخيلوا أربع تمريرات حاسمة لاعب باس عطوي بأربع مباريات الأقرب لإله هو حسام اللواتي بثلاث تمريرات حاسمة موني عنده تمريرتين حاسمتين إذن التعادل 3-3 فارس وركلات الترجيح هي رح تكون الفاصل بين الفريقين يعني هيدي ركلات ترجيح ركلات حظ فيكم تقولوا لأنه ركلات أعصاب معقول كتير حارس المرمى هو شو بقرر ياخد جهة معينة يلحق الكرة بتصير تقدير عند حارس المرمى وعند اللاعب يلي بده يسدد فالأمور غامضة والحظوظ متساوية بين الفريقين 50-50 بركلات الترجيح مين رح يسدد من ناحية فريق الأنصار مين رح يسدد من ناحية فريق شباب الساحل هذا اللي كنت عم بقوله خلال المباراة انه اكيد حاج حمود وكوتش الأنصار نزار محروس أجروا حصة تدريبية خلال الأسبوع وكان في جزء كبير منها التسديد على ركلات الترجيح لأنه معقول كتير كل مدير فني بيعمل حسابات أنه معقول يوصل لهالشي هلأ ما عاد عنده شي يقوله نزار محروس ولا الحاج حمود بالنسبة للمباراة هلأ التركيز رح يكون معنوياً أكتر على ركلات الترجيح بينما دراسة المباراة تبقى بعدين خلال الأسبوع المقبل عملية الكرعة بين قائدي الفريقين على أرض الملعب ونزار محروس هون الأسماء يلي رح يجرب يسألون مين بده يسدد أوقات بيكون مختار لاعب بس اللاعب ما بيكون بيومه أو ما بيكون حاسس أنه بده يسدد بيطلب من المدير الفني أنه لا ما بدي سدد ركلة الترجيح فبروح الخيار والاختيار على لاعب آخر فإذن الأمور واضحة قائدي الفريقين من ناحية فريق شباب الساحل عباس عاصي وحسن مغنية من ناحية فريق الأنصار يلي رح يقوموا بتسديد ركلات الترجيح حسن مغنية اللي عم بيتوجه لداخل غرف الملابس بهالوقت حسن مغنية بانتظار عودة حسن مغنية ليبلش التسديد على المرميين الحاج حمود ومحمود عليمة والجهاز الفني عملوا شغل كتير كبير بهالمباراة بغض النظر إذا شباب الساحل ربح أو ما ربح كأس النخبة بس فريق جدير فعلا بالاحترام فريق عمل شغل حضر حاله كتير منيح وأتسجل ثلاث أهداف بمرمى الأنصار يعني أنت فريق كبير ربح كتير الساحل اليوم من هالمباراة العديد من النقاط الإيجابية اللي قدر يضوي عليها أقله ربح احترام الخصوم واحترام الجميع اللي الكل رح يعملوا له ألف حساب عند مواجهته ببطولة الدوري تنشوف مين الخمسة من الأنصار يلي رح يتولوا مهمة التسديد تسديد ركلات الترجيح ومين الخمسة من شباب الساحل يلي رح يتولوا هالمهمة بالمقابل لاعبي الأنصار ولاعبي الساحل رح تكون أمامهم لحظات عصيبة لحظات فيها توتر ولو أنه مثل ما ذكرت هالدورة تنشيطية لكن الكل بحب يربح الكل بحب يرفع كأس والكل بحب يدخل بمعنويات عالية إلى الدوري
اذا رح نشوف مين رح يتولى التسديده الاولى، ومين رح يكون بدايه بين الخشبات ثلاثه. صرنا زمان على صعيد الفوتبول اللبناني ما شفنا ركلات ترجيح عم تحسب مباراه. يلا ما فيها خساره، نحضر اكثر فوتبول، نستمتع اكثر بكره القدم اللبنانيه. وبهالمباراه يلي عم ننقلها لكم مباشره من مدينه كمين شمعون الرياضيه، الركله الاولى بانتظارها حسن مغنيه وعلي طاهر. مثل ما ذكرت هن امام المهمه الاثقل، يمكن المهمه الاصعب هي عند اللاعبين للتسجيل، لكن المهمه الاثقل هي امام حارسي المرمى. واول ركله راح تكون ساحليه، شباب الساحل اذا راح يبدا ويسدد حسن مغنيه بين الخشبات الثلاثه. حسن معتوه الحاج مالك الكل بحاله ترقب، راح نشوف مين من شباب الساحل راح يتولى الركله الاولى. عباس عطوي صاحب هدف التعادل الاول للساحل بهالمباراه. اذا رام عشر عباس عطوي بمواجهه حسن مغنيه. عباس وحسن، مين راح يتغلب بهالمواجهه؟ عباس عطوي عم يتقدم، عم يسدد وعم يسجل الركله الاولى اذا للساحل. عم ينجح عباس عطوي بتسجيلها، خدعه تماما لحسن مغنيه وسجل اول ركله ترجيحيه فارس. يعني حسن مغنيه اختار ياخذ زاويه معينه، عباس عطوي سدد بالزاويه الثانيه. هالمره دور الانصار، والانصار يلي راح يسدد مع حسن معتوق. حسن معتوق على السريع، حسن معتوق بيتقدم بمواجهه علي ظاهر كمان. حسن معتوق بيختار نص المرمى تماما، عرف انه علي ظاهر بده ياخذ زاويه معينه بنص المرمى، والنتيجه عم تتعادل 1-1 بين الانصار وشباب الساحل. ذكيه من المعتوق اذا يلي عم يعادل الارقام 1-1. معتوق كان عم يرد على عباس عطوي، والتسديده الثانيه بكاري كوليبالي. بكاري كوليبالي هو اذا راح يتولى مهمه تنفيذ الركله الترجيحيه الثانيه بمواجهه حسن مغنيه. كوليبالي والمغنيه، كوليبالي عم يتقدم عم يسدد هدف ثاني على طريقه عباس عطوي. كوليبالي اذا عم يعطي التقدم من جديد للساحل 2-1، فرح نكون امام ركلات ترجيحيه ماراثونيه. كوليبالي عم يشجع علي ظاهر بالاعاده مره جديده. فارس شوف خضعه تماما للمغنيه مره جديده، يعني لهلا المغنيه شربل عم ياخذ الزاويه اليمنى مرتين، نقى ياخذ الجهه اليمنى، ما بعرف اذا رح يكمل بهالطريقه. الانصار بمحاوله ليعدل النتيجه عن طريق حسام اللواتي، يعني بعد ما شفنا الحج مالك اكيد رح يسدد، عباس عطوي اكيد رح يسدد، بس خلينا نتابع اللواتي بمواجهه علي ظاهر. علي ظاهر واللواتي، شو رح يعمل علي ظاهر بهالكره؟ بنتابع نحن وياكم، واللواتي بيتقدم، علي ظاهر انجاز 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 لعلي ظاهر يلي بيقرا اللواتي مظبوط، بيعرف بده يسدد على الجهه اليمنى، بيروح مثل الاسد على اليمين وبيبعد الكره ليخلي التقدم ساحلي 2-1. انجاز، برافو علي ظاهر، هيدا مستقبل الحراس بلبنان. كره ضعيفه كانت من حسام اللواتي بطبيعه الحال، اذا كان مغنيه عم يرتمي على الجهه اليمنى من دون نجاح. عم ينجح كان اللواتي، او عم ينجح علي ظاهر بمواجهه اللواتي. عباس عاصفه رح ينجح بدوره بتسجيل هدف ثالث ويعطي الادفانتج لشباب الساحل. عباس عاصي قائد الساحل هو يلي عم يتقدم حاليا بمواجهه حسن مغني. عباس عاصي عم يتقدم عم يسدد، جول جول 3-1 لشباب الساحل. 3-1 اذا لشباب الساحل وسط فرحه جمهوره الحاضر بالملعب.
خادعه تماما ايضا لحسن مغنيه، منه موفق المغنيه لحد الوقت بالركلات الترجيحيه. اذا 3-1، وهلا الدور على مين؟ دور على حجم على الحج مالك، دور على ملك الهدافين الحج مالك. هلا صعب كثير الامور عنده، لانه اذا ما سجل بتصير كثير كثير صعبه على الانصار، ليبقى الانصار بجو المنافسه. لازم الحج مالك يسدد داخل المرمى بنجاح. الحج مالك بمواجهه علي ظاهر، الحج مالك هداف الدوري الموسم الماضي برصيد 19 هدف. الحج مالك سجل بمباراه اليوم، هل رح يسجل بركلات الترجيح؟ علي ظاهر معنويات عاليه كثير، شوفوا مرتاح مرتاح علي ظاهر. حج مالك وعلي ظاهر، وين رح يروح علي ظاهر؟ شو رح يعمل حج مالك؟ وهدف ذكي كثير، ذكي كثير. وقت بدك تسدد ركله الترجيح سددها عاليه عن الارض لحارس المرمى تكون صعب الامور عليه. الحج مالك بيسدد على يمين علي ظاهر، والنتيجه شربي 3-2، التقدم لشباب الساحل. تسديدتين باقيين لشباب الساحل ولا الانصار. حسن كوراني هو يلي رح يتولى المهمه وركله الترجيح الرابعه لشباب الساحل. كوراني هالمره هو يلي رح يكون بمواجهه حسن مغنيه، قائد الانصار مركز بشكل كثير كبير بمواجهه الرام 20، فرح يعطي التقدم اكبر لفريقه ويخليكم مرتاح. حسن كوراني بيتقدم بيسدد جول 4-2 مع الكوراني، والساحل عم يقرب اكثر واكثر، عم يقرب اكثر واكثر من حمل كاس النخبه. وفي حال ضيع الانصار هلا فارس خلص، في حال ضيع الانصار خلصت الامور من ناحيه فريق الانصار. الكشك قدام امتحان كثير صعب، ومن بعدها اذا سجل الكشك، بحال سجل الساحل انتهت المباراه. هل رح يكون بطل اللقاء علي ظاهر بمواجهه محمود كشك؟ خلينا نتابع الركله الترجيحيه الرابعه لفريق الانصار. محمود كشك بمواجهه علي ظاهر، الكشك بيتقدم بيتقدم، وعلي ظاهر حلو كثير. اجمل ركله ترجيحيه بتتسجل اليوم كانت من محمود كشك، يلي خلى الانصار بجو المنافسه، سددها بطريقه حلوه كثير داخل الشباك، وبتبقى الركله الترجيحيه الخامسه للساحل. بحال شربل الساحل سجل لاول مره الساحل بطل كاس النخبه. ومين راح يكون بطل المباراه بالركله الاخيره؟ داوود اتيماي يلي هو نجم المباراه. شفنا داوود اتيماي الشغل الكبير يلي عمله، والهدف الرائع يلي سجله ببدايه الشوط الثاني ليمنح الساحل التقدم 2-1. داوود والمغنيه، فهل رح تنتصر الاقدام السنغاليه بهالمواجهه، ام رح يكون المغنيه له كلام اخر باخر ركله ترجيحيه لشباب الساحل من بعد ما عجز عن التصدي لاي ركله؟ داوود اتيماي صاحب التسديدات الصاروخيه على خط منطقه الجزاء عم يتقدم. داوود اتيماي عم بيسدد جول 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 لشباب الساحل، والهدف الاغلى ولو انه من ركله ترجيحيه كان داوود اتيماي عم بيسجلها ليهدي شباب الساحل لقب مستحق. خلوني اقول نعم، لقب مستحق لشباب الساحل، فعلا فريق ترفع له القبعة، كسر كل التوقعات، غير كل المؤشرات، وقدر يفوز بكأس النخبة. صحيح هي دورة تنشيطية لكن بيستحقوها الساحلية جمهورا، لاعبين وإدارة وفنيين. الساحل إذن عم يحقق الانتصار على الأنصار بركلات الترجيح بنتيجة 5-3. ألف مبروك لشباب الساحل ولجمهوره، والى الامام بالتاكيد ببطوله الدوري بانتظار لحظات التتويج. عم نشوف الاحتفالات لجمهور شباب الساحل فارس.
يعني مبروك كبير لشباب الساحل أرضاك لفريق الأنصار. مهم واحد يتعلم من هالمباراة، يشوف وين أخطأ، شو لازم يعمل، شو ما لازم يعمل. شباب الساحل هي اللي كان متقدم بنتيجة 3-1، فجأة الأنصار رجع وعودة البطل مع هدفين كانوا مهمين كثير، عدل النتيجة 3-3 فريق الأنصار. بس ركلة الترجيح ابتسمت بالنهاية لشباب الساحل يلي سدد وسجل 5 من 5 شباب الساحل، وفشل اللواتي انه يسجل بمرمى علي ظاهر يلي خلص فريقه وكان بطل المباراة، بطل الركلات الترجيحية. الأنصار عم بيودع المباراة من دون لقب ثالث بكأس النخبة، رح يكتفي باللقبين يلي أحرزهم بكأس النخبة. أما شباب الساحل هيدا لقب جديد لإله بعد كأس لبنان بموسم 99-2، عم بيحرز كأس النخبة لأول مرة بتاريخه. عملوا حسابات كتير منيحة وقت بدكم تواجهوا البرج، وقت بدكم تواجهوا شباب الساحل من بعد الأداء اللي شفناه امبارح من فريق البرج والأداء اللي شفناه اليوم من فريق شباب الساحل، فريقين من أندية النخبة، من الأندية الصعبة جدا رح تكون. الأنصار بيبقى الأنصار، بيبقى الزعيم، بيبقى اللي عنده لاعبين وخزان كتير كبير. جمهور الساحل يلي عم بيشجع عم بيحتفل بهاللقب، احتفالات كبيرة رح تكون من ناحية فريق شباب الساحل. مبروك كبير للحاج حمود، مبروك كبير للجهاز الفني والإداري لشباب الساحل وعلى رأسه سمير دبوق بهالفوز ولو بركلة الترجيح. هو الفوز مهم، الانتصار ما في أجمل منه، واللقب غالي كتير. هيدا الحاج حمود يلي أنا أكيد ما بقى عنده صوت، ما بقى عنده صوت أبدا من بعد هالمباراة، قد ما بيضل عيش المباراة، بيضل يشجع ويحمس اللاعبين كل الوقت. شباب الساحل بانتظار إنه يستلموا الكأس السئزر موسم عان يلي كان موجود بمباراة البرج والسلام صغرتا، نهائي كأس التحدي، صار جاهز ليسلم الكأس لكابتن فريق شباب الساحل زهير عبد الله. زهير عبد الله وفرحة الفوز علي حليل وكل اللاعبين يلي موجودين إلى جانب زهير عبد الله. كأس النخبة رح يروح لخزاين فريق شباب الساحل، مش ناطرين لك رح يحملوا كمان زهير عبد الله، بس ليخلصوا دقيقة، لحظات قليلة ما عم يقدروا يهدوا حالهم اللاعبين. هيدي فرحة الفوز، فرحة الانتصار، ومش على أي فريق، على فريق كبير مثل فريق الأنصار. أستاذ ريمو سمعان بانتظار لنشوف لحظات تسليم الكأس. مدير فريق شباب الساحل حسين فاضل بانتظار وصول رئيس نادي شباب الساحل ليستلم الكأس مع فريق الانتصار الأكبر. والنتيجة الأعلى بالمواجهات بين الفريقين كانت للأنصار عام 2002 بالدوري، وتحديداً ب3-11 وقت ربح الأنصار 6-1. كل لاعبي الساحل والجهاز الفني والإداري صاروا موجودين لاستلام الكأس. رئيس النادي سمير دبوق كمان صار موجود ليستلم الكأس مع اللاعبين. فرحة كتير كبيرة رح تكون ساحلية، وهالشي اللي بيصير مبروك كبيرة لشباب الساحل. هيدا فريق كبير، فريق بطل، منه سهل أبدا، رح يكون بالدوري. عملوا حساباتكم وقت بدكم تواجهوا الساحل مع لاعبين أجانب من مستوى عالي كتير مع فريق شباب الساحل، لاعبين لبنانيين ممتازين. والصورة التذكارية يلي رح تكون بهالوقت للفريق مع كأس النخبة، شباب الساحل يلي تغلب بالمباراة الأولى على العهد 3-0 بكأس النخبة، حيدر عواضة، محمد ناصر الدين وداوودة،
من بعدها أطبعها بالفوز على شباب الغازية 1-0 هدف لبكاري كوليبالي. وبالدور نصف النهائي الساحل تغلب على الإخاء الأهلي علي 2-0 عبد العزيز نداي وحسن كوراني، بينما فريق الأنصار كان تغلب على الإخاء 1-0 هدف لمحمود كشك، تغلب على النجمة 3-1 موني حسن معتوق واللواتي. وبالدور النصف نهائي كان الأنصار عم يتغلب على شباب الغازية 5-0 هدفين للمعتوق، هدفين لسوني سعد وهدف لبيكاس موزيس. على كل من عندي بدي ودعكم، رح ننتقل لاستوديو التحليلي مع زميلنا شربي الكريم لنشوف رأي الكابتن جمال الحاج بهالمباراة. تفضل شربي. يعني اخيرا فارس قدرنا نوصل على الملعب، ما بعرف يعني الاوضاع كيف تكون عاده على ابواب الملعب، تاخرنا اكيد على المشاهدين، بدي اعتذر منهم، لنوصل لاستوديو التحليلي ونحكي نحن وكابتن جمال حاج. الامور اكيد التنظيميه من المفترض تكون افضل ونقدر نوصل لنقدر نعمل شغلنا، هذا الامر برسم الاتحاد مراقب المباراه يلي عمله وغيره من المسؤولين على الابواب. على كل حال بنضلنا بالجد كابتن جمال، يعني لقب مستحق لشباب الساحل، الف مبروك للساحليين، لكن بنفس الوقت الأنصار عنده كتير شغل يعمله، هذا الأمر بيّن بالشوط الثاني رغم دخول عدنان حيدر ورغم التبديلات يلي حاول فيها إنقاذ الأنصار المدرب نزار محروس، مثل إدخال حسن حمود على الجهة اليسرى مكان كالفن دو. بالبداية مبروك لفريق شباب الساحل اللقب، وهذه بلقب معنوي إن شاء الله بتخليه يشغل بشكل أفضل للمستقبل ويطور نفسه الشغل الصحيح والسليم لتكمل العمل. الموسم الماضي شباب الساحل صار بكأس النخبة، وبعتقد هو أصبح بمستوى مقبول ويحسب له ببطولة الدوري أنه حيكون حصان أسود. لكنه بالمقابل فريق الأنصار فريق بعد تأخره كان شوط مجنون، مثل بقوله كان شوط جميل جدا الشوط الثاني، بعد تأخره 3-1 شفنا التبديلات اللي عملها، يمكن خاصة أنه عند نزول حسن حمود محل كالفين اللي بعتقد كان في مشكلة بخط الدفاع مال كالفين داو، قدر الفريق قدر يتوازن. بس كمان خلال المباراة كلها بنشوف أنه في أخطاء كثيرة عند الفريقين، صح، وهذا يلي رح نشوفه بالأهداف كابتن جمال. يعني الأهداف هي أكبر دليل على المشاكل يلي كانت موجودة عند الفريقين. بداية من الهدف الأنصاري يلي كان الهدف الجميل لعباس عطوي أونيكا ببداية هالمباراة، مثل ما حكينا بالشوط الأول المشكلة يلي كانت عند شباب الساحل عدم التمركز الصحيح بهالحالة الدفاعية ومنع عباس عطوي أونيكا أنه يسدد، سدد بشكل مريح. من بعدها أيضا المشكلة يلي كانت بالمقابل عند فريق شباب الساحل يلي شفناها أكثر كابتن جمال حاج بالشوط الثاني من هاللقاء، لكن هون هالهدف التعادلي الجميل كرة داوود ديامي ودفاع الأنصار المشكلة يلي تحدثت عنها حضرتك. صحيح، عم نشوف كنا انه لنا في مساحات، في عدم ترابط خطوط، في سوء تغطية عند المدافعين خاصة بالميلان، وبالتالي كانت الأهداف غزيرة بالمباراة، وهذا للمشاهد رائع، للجمهور شيء حلو، اكيد مش للمدربين، اكيد للمدربين، هو معناته انه عنده شغل كثير لازم يشتغلوا للفريق. شوف هون الهدف التقدم لشباب الساحل، الهدف الثاني اللي سجله داوود ديامي، كمان مرتاح استلم، قدر يلاقي الزاويه البعيده وقدر يسدد بقوه بمرمى حسن مغنيه. لا شك لاعب موهوب جدا، اجمل اهداف المباراه كابتن، لكن مثل ما حكينا عن هدف عباس عطوي اونيكا مرتاح ديامي لما سدد. صحيح، هو لاعب موهوب جدا وقدم مباراه رائعه اليوم، وعنده مهاره فرديه عاليه، قدر يراوغ ويسجل هدف. هون كمان معروف فريق شباب الساحل مليك السنه بالكرات الثابته، يعني خصوصا بالكورنر مع كوليبالي ومع عبد العزيز نضيع عم بيكونوا خطرين كثير، فبعتقد اليوم كمان قدروا يستفيدوا كمان التمركز سيب. اليوم في شغل على صعيد التمركز. هيدا هون يعني الهدف الثاني اللي سجله فريق الانصار، كره وصلت ايضا بسهوله لحسن معتوق، من هالكره كان فينا نبلش نعرف انه مشكله شباب الساحل على الصعيد البدني واضحه، منسوب اللياقه البدنيه ما عم يقدروا يتابعوا، حتى هون الخطا اللي ارتكبه حسن حمود بترك الكره لموني كمان هذه قله التركيز. عم نشوف في حتى بالكل الاهداف عم نلاقي في كثافه عدديه ان كان مدافعين ولا مهاجمين، لكن التنظيم والرقابة اللصيقة ما مش موجودة عند المدافع، تنظيم ما كان موجود. وأيضا حالة الهدف الثالث هون الشغل يلي عمله موني والتسديدة أو اللي عمله الحاج مالك والتسديدة يلي دخلت شباك علي ظاهر كان محظوظ إلى حد ما الحاج مالك، ومن بعدها كانت الركلات الترجيحية اللي برأيي كانت منصفة أنه يوصل الفريقين لركلات الترجيح وركلات الحظ تعطي الفوز لشباب الساحل، لأنه إذا ما نطلع على المجهود يلي عملوه الفريقين خلال المباراة 50-50 100%. حتى يعني بنشوف نحن هن الفريقين اللي هن تحضيراتهم كانت مبكرة،
والفريقان الوحيدين اللي فينا نقول عندهم جوازيه حوالي من 70 ل 80% قبل دخولهم لبطوله الدوري، ان كان على مستوى تكمله التشكيله او التحضير العام للفريق والبرامج لبرامج المدربين. عندك صار لهم اسبوعين شهرين تقريبا الفريق عم بتحضر، وبالتالي الفريقان هن الاكثر حضورا وصلوا النهائي، ويستحق فريق شباب الساحل الفوز. مبروك لشباب الساحل. مع هاللقطه الاحتفاليه للاعبي شباب الساحل مع جمهورهم، بدي جدد المباركه للساحل اداره ولاعبين وجهاز فني على هالانجاز، انجاز الفوز بكاس النخبه. حظ اوفر للانصار اكيد ببطوله الدوري، رح يكون حاضر بقوه الفريق الاخضر مع جمهوره الكبير يلي كان متواجد اليوم بالملعب. كابتن جمال حاج بتشكرك مره جديده، الشكر موصول لكم مشاهدينا، ايضا للمخرج جورج خليل وجميع فريق عمل الام تي في اللي كان مواكبنا بهالامسيه الجميله، واكيد الموعد بيتجدد بوقت قريب مع كل نشاطات الفوتبول اللبناني دائما عبر شاشه ام تي في. الى اللقاء. Right about now, the funk soul brother, check it out now, the funk soul brother, right about now, the funk soul brother, check it out now.